مرحبا برج الحمل، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي كوكب عندكم موجود في برج الحمل. لازم أنتوا اللي تشوفون القراءة وتحددون إذا تنطبق عليكم ولا لا. هذه المرة القراءة عامة، يعني راح ننظر إلى الجوانب العملية من حياتك وأيضا حتى بشكل سريع الجوانب العاطفية. بآخر القراءة راح نشوف شنو بتكون لك المفاجأة. أوكي، ثلاثة الخماسيات. تقريبا كل الأمور قاعدة تمشي لمصلحتك، وإن كنت أنت حاليا قاعد تقول لحد الآن في بالي مشاريع أو في بالي نتائج معينة ما حصلت، لحد الآن أنتظر أموال، أنتظر يأتيني مردود على الأقل. أوكي، الموضوع يبي له شوية صبر، لأن كل العوامل، ثلاثة الخماسيات هذا الكرت تقول لنا أن كل العوامل قاعدة تجتمع الحين تعمل لصالحك مو عكسك. الطاقة متوفرة، انت شلون تستخدمها يا برج الحمل، انت شلون تسخرها من اجل نفسك ومصلحتك، هني اللي يفرق. ان ليش في بعض الاشخاص من برج الحمل خلال هذا الشهر راح يكونون جدا مرتاحين ماديا، وبعضهم يعيشون مثلا في نوع من عدم الاكتفاء وعدم الرضا. الطاقة متوفرة، هذا هو شهر تجميع جميع الموارد اوكي، واستخدامها بافضل شكل ممكن، مو شهر للصرف. ترى لما شوف ثلاثة الخماسيات معناته ان اكثر من ضرورة في حياتك راح يستاهل انك تحط اموالك فيها في المكان الصحيح عشان تعطيك المردود على المدى الطويل. يعني لا تصرفها في مثلا اشياء ثانوية او ما لها داعي، تجنب المصاريف الغير ضرورية عشان تحطها في اشياء اهم، الاشياء اللي راح تولد لك اموال اكثر. هذه هي طاقتك بخصوص الاموال. خلينا نشوف جانب الوظيفة للي منكم الحين يعملون او اصلا هم موجودين في وظيفة. البرج راح يصير اللي ما تتوقعه في الوظيفة، يمكن يصير نوع من بس شيء ما يخصك انت بشكل مباشر، شيء مو انت مسؤول عنه، ولكن احد ثاني يقوم فيه. مثلا انه يصير نوع من الاختلاس، يصير نوع من رغبة احد زملاء العمل بالسفر من اجل العلاج اوكي، او الخروج ترك العمل، فانت هني تقع عليك المسؤولية خلال هذا الشهر في الوظيفة، لان راح يصير في خروج مفاجئ من بعض الاشخاص، خروج مفاجئ، اختلاس مفاجئ، تغيير مفاجئ في مكان العمل. خلينا نشوف الحين جانب المشاريع للي منكم يملكون بيزنس. اوكي، طلع عندنا كرتين طحوا مع بعض، خمسة السيوف. هذا الكرت يقول لك يا برج الحمل يا عزيزي ما تقدر تستعجل على النتائج المرضية. نستمد هاي الطاقة من طاقة النصيحة هني لأمورك المالية. في أمور معينة أنت عارف شلون تبي تمشيها في البزنس، وعارف شنو مصلحتك وين مصلحتك، ما نختلف على هذا الشيء. ولكن الاستعجال أو محاولة أنك مثلا تتهم أوكي بسرعة، حتى وإن كانوا عندك موظفين بما أن أنت صاحب المشروع أوكي، أو عندك شركاء في المشروع، الاتهام السريع، الاستعجال السريع، طاقة محاولة انك تصلح الامور بسرعة خلال هذا الشهر ابدا مو من مصلحتك، وانما الصبر والتريث والانتظار. ان انت تطول بالك على الناس اوكي، محتاج جدا طاقة النفس الطويل مع البشر والنتائج خلال هذا الشهر. واللي بعده ثمانية الخماسيات، ولكن مثل ما شفتوا طلع معكوس. لما يكون معكوس معناته ان ابدا مو معناته، ما احس هني ان طاقته سلبيه، وانما طاقته هني قاعده تقول لك انت بدل ما تستعجل اوكي في بزنسك على النتائج، انت لازم تحاول تغير 180 درجه في طريقه ادارتك للبزنس. لازم يكون في شيفت، لازم يكون في نقلة نوعية لطريقة إدارتك للبزنس. إذا أنت معتمد مثلا على موظف واحد، لازم تزيد الموظفين أوكي، لازم تقلص عدد الموظفين، لازم يكون في
التغيير يتناسب مع طموحك. فهني كأنما النصيحة لي في البزنس لأن تنتقل من طاقة الاتهام، طاقة اللي ليش ما مشيت الأمور على مزاجي، لأن برج الحمل هو البوس أو الرئيس بطبيعته، يحب المبادرة. أوكي، محتاج أن أنت تغير. لما يكون هذا الكرت معكوس يقول لك ابتعد شوي عن البزنس، انظر له من وجهة نظر محايدة. أوكي، وقول في نفسك شنو محتاج أسوي عشان أحصل النتائج. هل محتاج أني أضخ أموال، أغير في الديكور؟ لأن أشوفك هني في هذا الكرت منغمس جدا في العمل، منغمس في الإدارة الروتينية بشكل يومي، بحيث أنك ما قاعد تشوف النظرة العامة، ما قاعد تشوف الصورة العامة لبزنسك، منغمس في التفاصيل. ابتعد شوي عن التفاصيل عشان تتضح لك الرؤية. خلينا نشوف الحين الدراسة يا برج الحمل. أيضا كرتين طاحوا مع بعض. أول كرت الخماسي الأول ولكن طلع مقلوب، أوكي، واللي وراه ثلاثة الأكواب ولكن طلعت مقلوبة. ما أحس هني أن الطاقة عكسية، ولكن أحس أن دائما كنت يا برج الحمل متعود أنك تكون مثلا رئيس على رئيس أو متفوق في مكانك الدراسي. في الفترة القادمة راح تنحط في مشروع، تنحط في مسؤولية، أمام مسؤولية تضطر أنك تثبت في مهاراتك وجدارتك، ولكن بعيدا عن المجموعة، بعيدا عن الصف، الكلاس، الأشخاص، زملاء الدراسة. تضطر خلال هذا الشهر أنك تنفصل عنهم، تبتعد عنهم، حتى مساعدتهم لك راح تكون بعيدة، ما راح يقدرون يساعدونك مثل ما أنت تعودت، وأنت بعد ما راح تقدر تساعدهم. فيه هني انفصال عن الناس في محيط الدراسة. محتاج في الفترة القادمة أن أنت تركز على نفسك وتعتمد على نفسك، لأن هذه هي الطاقة الموجودة أمامك. برج الحمل من الأبراج الاجتماعية اللي يحب أن يسوي الشيء مع الناس، وهذا عكس شوية طبيعتك. فرح في الدراسة راح شوي تضطر أنك تطلع عن الكومفورت زون أو الطاقة المريحة المعتاد، تضطر انك تطلع مع المعتاد. احتمال هني ان بعضكم قاعد اشوفه يقدم شيء خاص فيه في الدراسة، شهادة ماجستير، اوكي، رسالة معينة، تقرير معين، ولكن التقييم راح يحسب فيه فرديا، وان كنت انت في مجموعة او مضطر تقدمه فرديا، شيء كذي. فركز على نفسك في الدراسة في الفترة القادمة، وما عليك هني الطاقة تقولك ما عليك من زملائك، وما عليك حتى من اللي يشتغلون معاك في المشروع في الدراسة. مثلا تقول أنا نتائجي، أنا أجتهد أكثر منهم، ليش أهما يحصلون نفس النتيجة؟ ما عليك، على المدى الطويل ما راح تكون نفس النتيجة، على المدى الطويل ما راح تحصلون نفس الامتيازات. أوكي، الحين خلينا نشوف الباحثين عن عمل. ثلاثة الخماسيات، العمل، الباحثين عن عمل. طبعا الطاقة المتوفرة أمامكم دائما إن ما تكونون قاعدين في البيت تنتظرون العمل يدق عليكم الباب، إن أنتوا تبتدون تسعون، لأن الطاقة المتوفرة مشروطة بسعي. أوكي، هني عندكم ثلاثة الأغصان، العمل اللي راح يأتيكم كأنما أحس إنه مش عاجبكم، لأن أنتوا الحين في مكان مريح تعودتوا عليه، منطقة، دولة معينة، والعمل اللي راح يأتيكم راح يكون بعيد، تضطرون فيه ان تسافرون لدولة ثانية، ان تهاجرون، تغتربون. احس هني ان طاقة برج الحمل يقول بينه وبين نفسه ما اتمنى اني اتغرب وابتعد عن اهلي، اريد ان الفرصة تكون متوفرة امامي في نفس المكان اللي انا عايش فيه مع اهلي، فرصة العمل، فرصة الدراسة. اوكي، خلينا نشوف الحين الحياة العاطفية يا برج الحمل. نشوف توافقك مع الشريك في الفترة القادمة خلال شهر سبتمبر. أوكي، فارس الأكواب، خلينا نشوف معه أيضا كارت واحد. القمر،
طبعا خلال هاي القراءة راح تكون سريعة، فما أقدر إني أحدد هل هي قراءة منفصلين أو مرتبطين أو حتى عزاب، ولكن الزبدة بشكل عام إن في عرض راح يأتيك اعتذار، مبادرة، أوكي، من الجنس الثاني، احتمال حتى من الشريك، ولكن المبادرة أحس هني لها دوافع خفية لأن وراها كرت القمر. شريكك كأنما يحاول أنه بشكل غير مباشر يتقرب منك، ولكن عنده شيء معين في باله، مثلا يتقرب منك عشان يتحكم فيك، يتقرب منك عشان ياخذ شيء معين منك، شخص جديد ممكن يكون أو حتى الشريك. فأنت لازم تكون جدا حذر وواعي، تحلل أي عرض، أي فارس يأتيك بكوبر في الفترة القادمة، لازم تكون وايد حذر في تحليل طيب نيته. ادخل في مستوى النية، مثل ما الحين التارو يقرأ الطاقة على مستوى النية مو على مستوى الأفعال، أوكي، نفس الشيء انت لازم تسوي نفس الشغلة، ان انت طبيعتك طيب، ولكن مو اي شخص ترحب فيه وتدخله حياتك، ومو اي شيء يصير حولك تقتنع فيه بسرعة، هذا في حياتك العاطفية. واللي ما عنده شريك ينتظر قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك القادمة ان شاء الله بسويها. خلينا نشوف الحين آخر شيء، الصحة. شنو عندك في الصحة؟ سبعة الأكواب. أعراض كثيرة، أنت مش واثق شنو السبب. أحس أن عندك أعراض، يمكن عطش، الذهاب للحمام بشكل مستمر، أوكي، ألم في الخاصرة، ألم في الظهر، ولكن هني أحس برج الحمل أنا لما يكشف، لما يذهب إلى الطبيب ويحلل ما يطلع فيه أي شيء، فهني هو يستغرب إنه ليش عيل يأتيني هذا الألم، ليش تأتيني هاي النغزات في مثلا في خاصرتي أو في مكان معين، ليش عندي هالصداع حتى، عرفت؟ خلينا نشوف. أتوقع هني بما أن عندنا طاقة الأكواب، السبب متعلق بكمية السوائل اللي في جسمك، شيء يخص السوائل. وحتى في الحياة العاطفية عندكم فارس الأكواب، احتمال أنكم تتعاملون مع شخص. عندنا كرة القمر، برج الحوت، هذا فارس الأكواب، حوت، عقرب أو سرطان، يعني برج مائي. آخر شيء نشوف الأمور القانونية يا برج الحمل، إذا عندك أي أمور متوقفة في النظام القضائي. أوكي، النجمة ولكن معكوسة، طاحت مقلوبة هاي الكرت. لما يكون الكرت كذي معناتها أمل، أو لحد الآن في تسوية راح تكون في الموضوع. عشر الخماسيات، كأنما أشوف هني برج الحمل، إذا عندك قضية موجودة حاليا، الطاقة تقول لي إن الشخص اللي غلط، مثل ما نقول إحنا القانون لا يحمي المغفلين، الشخص اللي ما كان عالم بخفايا الأمور ودخل في الاتفاق، دخل في الزواج، دخل في الشراكة، هو اللي راح يضطر يتحمل النتائج، سواء أنت سواء الطرف الثاني. اللي كان جاهل هو اللي راح يضطر يتحمل، أوكي؟ ما راح يكون في أي نوع من التسوية في الفترة القادمة، لأن عندنا كرت النجمة وهو الأمل طلع معكوس، يعني الرسالة هني ما فيها واحد اثنين، الرسالة فيها هني عبء وتحمل لمسؤولية وتحمل لمصاريف وتحمل حتى لمثلا عملية جراحية فشلت، شيء معين فشل راح يصير فيه تحمل، تضطر انك انت او الطرف الثاني يتحمله على حسب من اللي، مو في نظرك انت من اللي غلط، في نظر النظام القضائي من اللي غلط، من اللي وافق وكان لازم ما يوافق. اوكي، خلنا نشوف الحين ما هي الطاقة اللي راح تتحداك، طاقة التحدي خلال شهر سبتمبر. وايد كرتات طاحوا،
معلش الكرتات هذه جديدة عشان كذي غربلتني. أوكي آخر واحدة، طاقة التحدي. The child I was meant to be. خلال هذا الشهر يا برج الحمل في ذكريات من الطفولة، حنين للطفولة. إذا تلاحظ من بداية القراءة العامة لهالشهر، من بداية أمور الأموال، كان التحدي هني في الطاقة أن أنت تخرج عن المألوف، حتى في الدراسة تخرج عن المألوف، تخرج عن حتى أنك تكون يا برج الحمل تحت ظل أحد، أو حتى أحد تحت ظلك. ما عاد في ظلال خلال هذا الشهر. هذا هو التحدي، أنا لا عاد تشوف هاي الطاقة، أن أنت ما تقدر تكون في مجموعة خلال هذا الشهر، ولا تعمل مع المجموعة، ولا تستمد طاقتك من المجموعة. فهني يقول لك التحدي أنه شيء بخصوص الطفولة، شيء أنت متعود عليه، أنه دائما تكون مثلا طفل وحيد والحين بيكون في ناس حولك، أو العكس، أنه أنت دائما متعود أنه في أمور معينة تمشيها بطريقة روتينية أنت اللي تقرر فيها. الحين شلون التحدي أمامك خلال شهر سبتمبر، شلون تكمل حياتك وتعيش وتنجح زين، وفي نفس الوقت أشخاص وايد ما راح يتعاونون معك، ممكن أخوانك، ممكن أهلك. أوكي هذا هو التحدي. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال هذا الشهر. يعني بالمختصر المفيد حق اللي ما فهم الرسالة هناك، ان خلال هذا الشهر التحدي ان تنجز اللي تريد ان تنجزه في حياتك، انزين تنجز اهدافك هذه اللي ابتدينا فيها خلال هالشهر، ولكن من دون ان تعتمد على احد، ما يكون في اعتماد على البشر، العنصر البشري راح ينسحب من تحتك يا برج الحمل خلال هالشهر. اعتمادك الوحيد على الله وعلى نفسك. طاقة العون لك، العون هو عكس التحدي. اوكي شو اللي راح يعاونك خلال هالشهر؟ The Desert Prince، انت امام تحدي جديد، مهمة جديدة، عشان كذي ما عندنا ملك، طلع عندك امير، امير الصحراء. البيئة راح تكون صعبة، ولكن انت راح تكون مثل الصبار، تعرف الصبارة والشي يسمونه النبات الشوكي اللي يستطيع انه يصمد في اصعب واحلك الظروف، لما الكل خلاص يستسلم ويقول ما اقدر، او يبتدي يتعب، انت تظل واقف منتصب. القوة اللي تحتاجها، الطاقة اللي تحتاجها، العون من الله سبحانه وتعالى راح يكون متوفر خلال هذا الشهر. ما انحطيت في هذه الظروف المختلفة، مو صعبة. أشوف أن شهر سبتمبر ما راح يكون صعب، راح يكون لذيذ باختلافه، مختلف. أوكي واعتمادك فيه على نفسك، لأن هني يقول لك survival و false promises. survival هو غريزة النجاة، و false promises هو الناس اللي هني شربوا معاك شاي أو كوب من القهوة يوم من الأيام وعدوك أن راح يكونون موجودين عشان يساندونك، هذين اللي راح أوكي إما يتخلون عنك، إما تصير ظروف تبعدكم عن بعض، تضطر أنك ظل واقف تشيل المسؤولية، مسؤولية شيء، مسؤولية أطفال، مسؤولية بزنس، مسؤولية أسرة، مسؤولية شيء كبير في حياتك. أوكي قراراتك الخاصة حتى أنت اللي راح تضطر هني تشيلها وبروحك خلال هذا الشهر. اوكي وانت على قد المسؤولية، انت تقدر، انت عندك كل ما تحتاجه من خبرة وارادة وحتى طاقة تقدر تنفذ هذا الشيء بدون الناس. هذه هي طاقة العون. خلينا نشوف المفاجأة لك. ستة الاكواب، راح تلتقي ب أحد المعارف أو أحد الأصدقاء القديمين اللي يرجعون لوقت الطفولة، زين لأن عندنا هاي بعد يخص شيء من أيام الطفولة. راح تلتقي أو ترجع أنت نفسك، ترجع للطفل اللي كنت قبل فترة طويلة. يمكن الحين أنت صرت يا برج الحمل
شكاك في الناس، او مثلا صعب انك تثق في الناس بسبب الظروف، صار عندك نوع من التشاؤم، صرت وايد واقعي، وات ايفر اللي صار معاك. خلال هذا الشهر المفاجئ لك انه راح تلتقي بشخص او يصير موقف، الموقف ممكن يكون فيه غلط قديم يذكرك بايام طفولتك، لعبه قديمه مثلا تشوفها تقول هاي اللعبه اللي كنا نلعب فيها لما كنا صغار، مسلسل كرتوني تشوفه راح يرجعك الى انا من كنت قبل كل هالشوشره في حياتي ما تصير. راح يكون شعور جدا جميل، تحس ان انت رجعت الى نفسك، مو شرط انك رجعت لشخص من الماضي او حتى لصديق، ممكن لان هذا شيء من الماضي يرجع لك، ممكن نفسك او حتى شخص ثاني انت منتظر قدومه، انت كان لك الكثير من الاوقات السعيده معه.